9 سنين دخلتي لدار الايتام. واه حتى ل 18 سنه وانت في دار الايتام. رحت لهم قاعد تاع الطارف تاع تلمسان تاع. علاش كنتي تبدلي؟ علاش كنتي تبدلي؟ علاش كنتي من دار لدار؟ عندي المشكل. كنت نضرب روحي، كانوا يعطوني الدواء تاع بسيكاتر. بديت نضرب روحي، بلي سيدي قاعد يحسو. ايه كنت تقطع عيني. طردك سي العرق، طردك كل شيء. طلعي لي نشوف. شوفهم كاع؟ هنا طلعي لي، احنا ماهيش طلعي. وهذه تاع العرق هاودي تعلم درت كاع العرق فيها ماشي مخيطة كاع. قطعتي العرق؟ لحد الآن ضرتني. مازال الفوق. علاش كنتي دايرة في روحك هكدا؟ مانيش عارف، كنت نجم، كنت ندور غير على روحي. ندور على روحي الحر كاع نخرجها في روحي. تسمى قطعتي العرق؟ سيكات الضربة الأولى قال لهم هذه خاصها والديا. قبل الاولى قال لهم هذه خاصها والديا. بعدها ولات نشرب الدواء معايا انا زعما كي كنت قبيحه وكاع كانوا يدخلوني شو سيلوني هكا في رادي سيلون صغير تقعد فيه يعطوك الدواء وتاكل وترقد. هذا ماك هما اللي كانوا يعطوك الدواء؟ الدواء تاع لي بسيكات دي كريطول هذوك لي كوت بزاف. في هاد الاعوام اللي قعدتيهم في دار الايتام بابا كان يجي يسقسي عليك؟ كان يحوس عليك؟ جامي جا عندي، جامي عيط، جامي جا. خاطش تماك عندهم لي ريجيست تاع التليفونات وتاع الزيارات. بويا جامي جا. وقعدت في تلمسان قعدت شحال، كي قفلت 14 عام جابوني عنده. قالوا له بنتك شدها وكاع، قال لهم انا ما شدهاش. قالوا له اوبليجي عليك تشدها. سني قالوا له من بعد زعما تردها اجازه مفتوحه. دخلني عنده كي جيت نسلم عليه قال لي بعدي كورونا. خرجت من السونتر عندي شحال ما شفتهاش. ومن موراها عاود قال لي خرجي من الدار. عاود ثاني مع مرت بويا قلت لها ما نقبلهاش لما تقشها بغات تروح. قال لي خرجي من الدار، قال لي غدوه الصباح ما نقبلكش في الدار. عاود خرجت رحت لابوليس. لابوليس عاود ردوني للسونتر.